Thank you.
اوكي اليوم خلصنا الفوتو شوت حق طراز. صراحه كان الفوتو شوت تشالنجينج لانه استخدمنا فيه الطاووس. جت فكره الطاووس من اللوجو نفسه. اللوجو هو عباره على التب حق ريشه الطاووس. فاقترحت هذه الفكره على الاونر تبع البراند ورحبت فيها, which is هي نفسها الديزاينر, يعني الديزاينر تبع العبايات. استخدمنا الطاووس, جبناه من شركة فيفا هي اللي اعطتنا الطاووس مع المدرب تبعه. صراحة كان تصوير فيه تحدي كبير جدا, خاصة انه في الصباح كنا في محل المساحة صغيرة, حاولنا انه نلعب بالإضاءة مع البوزينج حقت الموديل. بعدين في العصر انتقلنا الى حاولنا نستخدم مشهد طبيعي نستخدم فيها الطاووس بالزينة تبعه, بحيث انه مستوحى يكون التصوير مستوحى من الكونسبت او من الفكرة الأساسية اللي بنيت عليها البراند اللي هي ريشة الطاووس نفسها. وخاصة يعني انه الفكرة بنفسها لو الواحد يجي يفكر فيها كمان, يعني طاووس في السعودية. صراحة الديزاينز تبع العبايات توايز بيوند اكسبكتد, صراحة بيوند ماي اكسبكتيشنز. الديزاينز وير واو, اميزنج, اليجنت, سيمبل, بيوتيفول, براكتيكال. صراحة يعني في بعض العبايات كانت فيري براكتيكال, يت المستوى حق الإليجنت وروعة التصميم, الأناقة, الأشياء هذه كلها. هوازن كمان الموديل بسم الله ما شاء الله يعني شاركت في شوتس عديدة جدا لبراندات عالمية كبيرة جدا, كمان سمعات كبيرة جدا. She knows how to pose من المرة الأولى الثانية الثالثة خلاص we're done next. يعني الميكب أرتست she did very fantastic job, كيف وزعت الميك اب, كيف اعطت الالوان المستوحاه برضو من اللوجو او من الثيم حق المحل اللي هو البرونز كلرز والاشياء هذه كلها. فالحمد لله يعني اوفرول التوفيق عند ربنا. it was a good